نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمقرها صباح اليوم بمدينة الرياض ندوة تحت عنوان دعم للشراكة المجتمعية والتنموية المستدامة لأنشطة التقيس. تفاصيل في هذا التقرير. أصحاب السعادة والمعالي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تم عقد هذه الندوة، وذلك برعاية من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي. وتهدف هذه الندوة إلى نشر وترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيزها داخل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في المملكة، بما يسهم في زيادة فاعلية الأداء للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق الرؤية المستقبلية في المملكة 2030. في الحقيقة المملكة العربية السعودية دائما تسعى إلى تعزيز التعاون العربي المشترك، وهذه الورشة تأتي كأحد مبادرات تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس، تعالج محور مهم وهو محور نشاطات التقييس وأثرها على الاستدامة. محاور التقييس بشكل عام تعالج قضايا المواصفات، قضايا المقاييس، قضايا الجودة، وكلها تشكل بنية تحتية تؤثر بشكل كبير على استدامة الأعمال واستدامة الخدمات وجودة المنتجات واستدامتها الاقتصادية. الورشة فيها ست محاضرات، واحدة منها تناقش استراتيجيات التقييس والمبادرات التي تؤثر على الاستدامة. محور آخر هو التدريب وبناء الكوادر التي تقود حراك التطوير وترتقي بجودة هذا الحراك لتحقيق الاستدامة. محور آخر هو التعليم وبناء العقول، هو الرسالة الأسمى لكل مجتمع ولكل أمة، فأيضا أثر التعليم على بناء نشء ونقل المعرفة لهم في هذه المحاور لقيادة التطوير بشكل فاعل. أيضا قضية التدريب شيء له علاقة في التعليم، بالإضافة إلى بعض التجارب الرائدة التي تستعرضها ورشة العمل. رؤية المملكة 2030 هي رؤية طموحة، وهذا الطموح للمملكة العربية السعودية يستوجب علينا كقطاعات حكومية وكقطاع خاص أن نعمل بكفاءة بتفاعل مع جميع مبادرات هذه الرؤية. طبعا أيضا برنامج التحول على المدى القريب فيه مجموعة من مبادرات الهيئة، واحدة منها تتعلق بالبرنامج الشامل لسلامة المنتجات، وما في شك أنه هذا سيكون له أثر كبير على الاستدامة في كثير من المناحي الاقتصادية. وأيضا هنالك جانب آخر، مبادرة أخرى تتعلق في إطلاق برنامج المعايرة القانونية، وهو أيضا منظومة من الخدمات أو استدامة الخدمات وأثرها الإيجابي على المستهلكين. بشكل عام الحمد لله الهيئة تتفاعل مع هذه الرؤية الطموحة، وفي الحقيقة هذا الطموح يشحذ الهمم لأن نعمل جميعا بجد واجتهاد لتحقيق هذه الرؤية السامية الكريمة. ستسلط هذه الندوة الضوء على الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة وأهميتها في تعزيز البنية التحتية للجودة في الدول العربية، وإعلاء شأن أهمية التنمية الاجتماعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالوطن العربي. ترك الماضي، الاقتصادية السعودية، الرياض.